روح عندهم. شفت يا عم الشيخ خليل الجندي؟ شفت الشيخ علي جمعه بيقول ايه؟ ده انت كمان بتاكد ان ده انت بقى يعني اقرا القران كويس. اذا جالك اي خبر غلط اتاكد منه بما معناه صح ولا بالصح، اتاكد منه اشوف ده خبر صح ولا لا. واحنا عند كلنا عارفين ان في السوشيال ميديا او في الفيديوهات اقدر اقطع براحتي واقدر احط الكلام في بعضه زي ما انا عايز، ولا انا كلامي غلط؟ فاحنا نبدا بقى نعمل ايه؟ اه شفت هم دول اللي كانوا بيحاربوا عمرو خالد ومعز مسعود، هشبكوا عليه بتاع 6 ابريل. معز مسعود بتاع 6 ابريل اللي متدرب على يقف في امريكا وغيره. وانا طلعت صور بتاعت معز مسعود برضه، الناس تبقى عارفه كميه اهو كميه الحركه الماسونيه 6 ابريل. ويقول لك بقى الحجاب وبالحجاب وتبقى حته السكاره بونبون منوره، وفي الاخر هو بيعمل هو عايزه، احنا مالناش حاجه. ولكن ما تقولش كلام في الدين وتعمل عكسه. اهو دي قاعده هم توكلت كرمان دي طبعا تقريبا كلنا عارفينها، هي يعني خاينه وعميله واخده شهادات من امريكا عشان وفلوس عشان تبقى تبعهم، واخد بالك؟ هذا مو عز مسعود اللي الناس كلها بتتكلم عليه والناس كلها بتقول عليه، وعامل لي برنامج في رمضان جايب لي اغاني وطبل وضمر وبيتكلم على الدين. اقسم بالله برنامج طالع في التلفزيون وقناه للاسف يعني محترمه المفروض يعني، طالع بيتكلم وجايب اغاني وبيتكلم على الالحاد ويجيب لك كتب الملحدين ويقول لك اصل الراجل ده فكره عالي. طب انت معاك شاب طالع وواحد صغير طالع، الكلام بتاعك مش هيفهمه، وانت قصد كده، انت عايز دي، انت عايز الشباب تروح الحته دي بحجه ان انت بتتكلم على الدين الاسلامي. ايه يا راجل ده؟ بعد كده يجيب لك اغنيه وكليب وتعرف البرنامج، بعد كده يرجع تاني يتكلم. هنهزر هنهزر، هتعمل دين جديد بقى؟ انا جاي دلوقتي يعني ايه الكلام ده؟ ارجو بس اكمل جمله نفسي، يعني ايه الكلام ده؟ نيجي برضو لمعز مسعود، ارجع له تاني وبيتكلم كان ده 6 ابريل وعمل 25 يناير وغيره ومتحرر ويقول لك ده الدين. مش ده، مش هو ده الدين انت بتقول عليه؟ يبقى بلاش نسيء لشيوخنا المحترمين مثل الشيخ خالد الجندي، وليه افكار رائعه جدا تختلف او تتفق معاه ولكن بيديك رؤى مختلفه، الشيخ علي جمعه، ولكن ليه تحفظ على الشيخ سعد، الشيخ سعد مش سعد الدين الهلالي. قال لك يجوز بيع الاعضاء ويجوز، انا ما بحبش دي، انا ما بحبش دي، ما بحبش نخش ونعمل يجوز في حاجات ربنا حرمها بامانه. يعني عضو بني ادم واهله مش عارفين يتقطع ويقول لك يجوز، ما احترام ليك يعني، لا يجوز ولا كلام. شوف بقى فيديو عمرو خالد وهو بيتكلم على ليبيا وبيبعت شباب الى ليبيا، فيديو جاهز معاك. اه ما انت قلت لي عليه اهو.